من هو المحرم؟ المحرم ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. المحارم باختصار يعني 18 رجل. المحارم المرأة، المحارم المرأة اللي هم أو الأب وإن علا، الأب والجد وإن علا، زين، الابن، ابن الابن، الأخ سواء كان الأخ شقيق أو لأب أو لأم، كذلك ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق اللي هي تصير عمته، يعني ابن أخيها الشقيق، ابن أخيها من أبيها، ابن أخيها لأمها، طيب تصير عمته، ابن الأخت اللي هي تصير خالته، كذلك هذا محرم، الخال، خالها، خال أبوها، خال أمها، كلهم هذول محارم، عمها، عم أبوها، عم أمها، هذول كلهم محارم، زوجها، أبو زوجها، ابن زوجها، زوج أمها، كل هذول محارم. فهؤلاء المحارم مثلهم بالرضاع، مثلهم بالرضاع، فهؤلاء يسمون المحارم بالنسبة للمرأة. أي واحد من هؤلاء تحج معه المرأة صح حجها. بعض أهل العلم يعبر يقول تحرم عليه بنسب أو غيره، يعني كل من تحرم عليه بنسب أو غيره اللي هو الرضاع أو بسبب اللي هو المصاهرة، زين، مثل أبو زوجها، ولد زوجها، زوج أمها، زوج بنتها، طيب هؤلاء كلهم يعتبرون من المحارم. يستثنى